على هذا، بل تضرع لمن يسمع دبيب النملة. كونوا على يقين أن هناك شيئا ينتظركم بعد الصبر. إن الله لا يبتليك بشيء إلا وبه خير لك، حتى وإن ظننت العكس. فارح قلبك، لولا البلاء لكان يوسف مدللا في حضن أبيه، ولكنه مع البلاء صار عزيز مصر. أفيضيق صدرك بعد هذا؟ كونوا على يقين أن هناك شيئا ينتظركم بعد الصبر، ليبهركم فينسيكم مرارا.